الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسي أنا واكي شناد وكم إذا كتابك خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين أو إسكالها عمر بن يحيى بن عبد الجبار عليه رحمة الله. وحين سوق قرني هلك مصنفك ويريه الدرس السادس عشر درسي اللحية طبنات الدعوة وددك إن لغو يرو سر جهرا سي موقالة موقالة محالو لجيدة دعوة دي هرا دعوة سر ددك صاحبة دي رفقة دي ددك إسكا لو دي هين يلو شيغي أهل لكن هذا دعوة دي بانانك إن لكينو ددك للو سوك بيوي. استمرت وي چوك تيسو وي دائم تي الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية قرصوديق أه ثلاثة سنوات صدح سنو أي دائم تو جرتي أجاب وحا يالي ونبيغ دعوة كاغبالي في أثنائها صدح دا سنة لحظة كثير إن بدن أو من الأشراف دادك وناك سنة كاملة يوال موالي أضومد أشرافت معانا دادك الحرية وحاكو حرطة هبو لجيدة. بعد ذلك مركا كبعدي أمر صلى الله عليه وسلم نبيغ وحا لفري بالجهر إنو لجهر دعوة بقوله الله ذا الكسان الغفر تعالى سرية ليفاس دع داها كقاضو دلاعي بما وحد تؤمر الغفر أيوه وأعرض كتشينسو عن المشركين مشركين تنسى كتشينسو. فسعد ووكري على الصفا بورت صفو ونادى ورواغي قومه تلكي فلما قرتي اجتمعوا يسوي مادين قال وحو كيري نبي قول لهم ري تلكي هل تصدقونني مئر ما ينيسان فيما شيغ أخبركم الذي كور رمي به أسك هدان وحيدين شيغ مئر ما ينيسان. قال فقالوا وحي رهدين جميعهم رمان طوط نعم ها ما جربنا كوما نانوغان عليك دوشا ذا كذبا بين منذ نشأتك برباري دادي لغصو بلابا إلى الآن إلى الهد. فقال صلى الله عليه وسلم وحي ره أنقذوا بدبادية أنفسكم نفتينا من النار نارك بدبادية إني أنوغو نذير مدقيان هلكم إدينك إدين دقيا من عذاب بان إدينك قدقيا عذاب كاسو شديد درن. فقال عمه أذير كيس باوحو كير له نبيك أبو لهب إها فقال أبو لهب أبو لهب باوحو كير عمه أذير كي أها فقال وحو كير له نبيك عمه نبيك أذير كي أبو لهبنا طبا هلاك أياكو صغنا دي لك أذيك يا محمد محمد ألهذا كان ميا جماعتنا إسوكا ييرت. فأنزل الله إله باسودتي في حقه أبو لهب حقه سورة اللهب طبت ويهوكتي يدا أبي لهب أبي لهب لبدي سقع موت وتب ووبه وغيه إلى آخر الصورة. نبينا محمد صدح سنة مركو دادك الدين تؤويري يداد بضانا أوكس بضايو دين تي قارسيي كوا حري وكوا أضومابا وحو مركا كبعدي بلابا إنو دعوه إلا جهروه بنان كانوا أولا صوبحوه وحو ركو بلابي أرن كاس فرطون أو فرطوم أيو إلهي قول كيسة فازدع بما تؤمر وحال الغفر أيو دين داها كقاضو دادك أوباني وحي ديبو كاسو كارانا مشركين تا إساقا جينسو بور صفالي رهضو مكاكو تالو نرهد هذا فولا تلكي بو إساقو يارا هل سؤال ويدي مركي إساقو يمادين بوحو كويري حدان وار إدين شيئا ما إقار رومين إحسان وحي قيرين كولي قود إلا مالي كور رشي إلا يومنا هذا يو أفرتان سنة يو أفرتان يلور سنة وجيرو ولي قود إن إحسان هل مالي نبين كو أرق وعجيب أيجي ما قيره يو أقل ولي قيب بين كو مانا أرق مركاسو وحو يروح لدي كو ياريا نفتينا إن العذاب كبد بادسان عذاب آد أطران وأن لحميل كارين وأن لود القادن كارين أيان إذين كقد ديقاياه إسكتشروا ألا كالي الرمي أذيرك أبو الله باه الله وحير إنكارك وقود عضي هوق يهلاك الله كو صالت إنتا ما أنتا كاد ديمان نعلمو مواحا صادوه يرتدك إيغا مقاويرته يا أضياشة يا ويا لدي يرغو علوس تمواحا صادوه يرتي هوشا إلهي باك جوابي قعنتا دو ها هوكتو إن كارينا ها كوغو لعضو نار باد قلي دونتا وحاوي إسلانتا دونا واقولاميد سورة دنبابا لوغو مقع عداري باك تبهت يدا أبي لهبي سورة لهب لو يقان. استمرت وي دائمتي دعوة الدعوة دعوة السرية إغرسودية ثلاثة سنوات صدح سنو أجاب وحا ييلي في أثنائها صدح سنة لحديدة كثير إن بدن أو من الأشراف دتك حرتها يول موالي أضومضوبا. بعد ذلك مركا كبعدي أمر وحال فري نبينا صلى الله عليه وسلم بالجهر لجهرد
دعوذة يدين تأول جهر ودتك جارسيو بقوله إلهي هذا الكيسان الغفر تعالى سري ويري فاسدع داها كقاب بما وحى تؤمر الغفريو وأعرض كتشنسو عن المشركين مشركين تليب كوضة فسعيد ووكري على الصفا بورت صفا أيوكري ونادى ودواغي قومه تلكي فلما قورتي اجتمعوا إسوي ماذين قال وحكوير اللهم أجاك هل تصدقونني من الرمين إحسان فيما شيء أخبركم الذي كور رمي بها سك فقالوا وحي لهن جميعهم رمان طوض نعم ها ما جرمنا كوما أن أنت شابين كوما أن نقال عليك دوش هذا كذبا وحبينا منذ نشأتك صوبر باردة هذه هرى لغا صوب إلى الآن إلى هذا لغا سوغارو فقال صلى الله عليه وسلم وحير أنقذوا بدبادية أنفسكم نفتينا من النار النار هذا في عم بوشيك قفوا البور ربا إنو عذابك بدباده إني أنوغو نذير مدقا يانه لكم إذنك من عذاب العذاب يان إذنك قدقا يا شديد يطرا فقال عمه أذير كبا وحير أبو اللهبنا له أبو نبي وحو كيري تبا هلاك أيا لك أذيك كوسونا يا محمد محمد ألي هذا ما وحنا جمعتنا نسوكا يا يارت فأنزل وسودك يا الله ألا في حقه أبو اللهب حقيسا في سورة اللهب أي سودك تبت يدا أبي اللهب وتب أسئلة سؤاله كم سنة إمي سسنو أي استمر دائم تي الدعوة دعوة السرية إيهوس إيهوس لوضو صدح سنو متى جهر قرمو لجهر نبيه بالدعوة دينته مركي لا يرفز دع بما تؤمر كيف جهر سيدبو لجهر بها أيضا بورت صفوف ولا يرهي تلك بإسوغيار ماذا قال عمه أبو اللهب أذير كيس أبو اللهب محوكو يري له نبيه تبا لك يا محمد بكوير ألي هذا جمعتنا الخلاصة قبل بعد 3 سنوات صدح سنة قداشين أمير النبي وحال فري بالجهر إنو لنواغ دينته فجمع قومه تلكي بسغو ياري وأنذرهم محو قدق عذاب الآخرة آخر عذاب كده الدرس 17 درس تدبية طبناد جمعه ونبي كل من تيسه لعشيرته حكتدي سأسيقوني أغو ياري جمعه اسمو كل مية النبي صلى الله عليه وسلم أهله قيسكيس وأقاربه يحكتدي لما قورتي نزل إكسو دكت عليه دوشي سقوله ألا هذا الكي تعالى سري ويري وأنذر دتك أودك وأنذر أودك عشيرتك حكتدى هذا الأقربين إكسو فبلغوا قارسيهم أيها رسالة ربه ربك الرسالة أيها قارسي رسالة إلهي الدين تلاهي بقارسي هل كان لمر مؤيقبنا يا عقابك أولها ضيئة قال وحكوير اللهم أيها إن الرائد قفك سهنك لا يكذب أما بين شيء أهله حكتدي والله إلهي من قرر طيه لو كذبت الناس ذاتك هدان أما بين شيء لها جميعا دمان ما كذبتكم إذنك بين إذن ما شيء ولو غررت هدان كذين لها كذين لها الناس ذاتك جميعا دمان ما غررتكم إذنك إذن ما كذين والله إلهي من قرر طيه الذي الله سوى لا إله معبد حق لقوع عبده سجر إلا هو أساق ما هرين إني أروه رسول الله الله كو صادر سدانه إليكم إذنك خاصة قارهان وإلى الناس ذات كافة جودهان والله لا يبان قدرته لتموتون وادمان دونتان كما تنامون تادو سياحتان ولتبعثون والذين سو ساري دونا كما سيدا تستيقظون أدهردد وصو توستان ولتحاسبون والذين حساب دونا بما وحا تعملون أتسميسان ولتجزون والذين كابا المرين دونا بالإحسان وناقي أتسميسان إحسانا وناق وبالسوء حماتدي أتسميسان سوءا حماتو وإنها أيضنا أرهك وحوي وحل إذن كواب المرم الجنة جنة أبدا وليئة أو النار أما النار أبدا وليئة أما النار تشوكتها تقليسان وإذن وليئة كبحين أما تشنة وليئة تشوكيس وأنذرهم محو قدق عذاب يوم مال عذاب كمالك سو عظيم وي يوم مال لا ينفع أوسا وحبترين المال حوله ولا بنون يعرور منه فتكلم ويها لأن القوم ضدك كلاما هذا اللينا إفضد إلا عمه أذيرك ماهن أبا لهبنا الذي كاسو كان أها عدوه عدوه سأل أشد أقدرنا شبضا فإنه أبو اللهب رد النبي وأجوابه رد جواب قبيحا حن وطلب وحو قعد صدي منهم قريش القبض عن طريق الوصول عليه النبي الدوشي صلى الله عليه وآله وسلم نكر هلق ابتبي وواليها فقال أبو طالب أبو طالب وحو كير أسنى أذيرك له أبو اللهب والله إلهي بان قرد أرتيه لنمنع أنه نبي وان دفاعنا ما بقينا انت انو الله ارهله تابتبي لو دي ادير والد كيسها
فمدينا وحولي ورين كان هلا قبته ونبي جا عمبارين يا عبين يا من نوح وحولي هم يا والله إن الله تابنين لبض ودو وحي كم دي سينه وأبو طالب يا أبو لهب كم دي سينه نبي جا دين تي سيني سر ربي صلى الله عليه وسلم لكن مد وح أوه لسه نعيب يا عداود يا الله دجالا يا كهر إيمان شو يا رفشد من نوح وحولي يا ودفاعي يا ويلكي وإهلمو يا قبيالات بودفاعي جمع النبي نبي واكل مية أهله وقيس كي سي وقاربه وحكتدي لما قرتي نزل عليه إكسو دكتي قوله تعالى وأنذر أدك عشيرتك قيس كاغا يحكتدى على الأقربين إكسي حكا فبلغهم وقارسي رسالة ربه ربي رسالة دي سوى أنذرهم وحكتدي عذاب يوم المالين عذاب كعظيم إوي يوم مال لا ينفع أسن وحبا أترينين مال حول إسن وحبا ترينين ولا بنون عر الرئيس وحترين فتكلم القوم تذكي با هذا لي كلاما هذا اللين فضوض او تشل احسن الا عمه واديرك ما هنا ابا ابا لهبنا الذي كاسو ابو لهب كاسو كان اها عدوه نبي علك على شد ودرا شبدا فانه ابو لهب رد وجواب النبي رد جواب قبيح ريحن وطلب وحو قعد منهم حق وضع القبض عنت ان لو سو دغ عليه دوشي نبي فقال ابو طالب وحو كير له ابو لهب والله لا ما كنا ارنا الا من عنه واندفاعنا ما متطبقين أن والله أسئلة سؤاله متى قرموا جماعة كل مية النبي النبي صلى الله عليه وسلم أهله إهل كيس مركي كسو الدكتة وأنذر عشرتك الأقربي ماذا محب قال كير لهم أيقا رسالة دي إله بقارسي بماذا محب أجابوه جوابين كلام لينا ماذا رد محو جواب عليه دوشي سأبو اللهب أبو اللهب رد قبيح وحن الخلاصة قبل لما قرتي نزل إيسو دكتي عليه النبي قدوشي سقوله تعالى إلهي هذا الكيس سري ويرو وأنذر عشيرتك الأقربين جمع وحو إسو ويرو كل مية أهله وقويس كيسي وأقاربه وحكتدي سوى بلغهم وحو قارسي رسالة ربه ربي رسالة ديس فرد عليه وحا أجواب عمه أدير كيس أبو اللهبنا ردا جوابين قبيحا يحن الدرس 18 درس سديد يطبناد تعصب قريش قريش قبيالة دين تيدي ويا على النبي النبي إسو قبيالة دين صلى الله عليه وسلم وإسو كاشدين إني دين النبي محمد كهري ماذا تبدل وحو إسو بدلي حب قريش قريش تعيل كودي للنبي النبي إيش تعلايين صلى الله عليه وسلم بغضا نعيب إن عبه وقربهم دوانشوه دين وحو إسو بدلي له النبي ودوايين بعدا فغانشو وصدقه رمين تا رميسنايين ورلو كامسنايين وحو اسو بدلي كذبا بين وعمله عمل كيسنا وحو اسو بدلي اي كامسنايين عمل كيسه هزوا وحو لو جيس جيسو وذلك ارن كاسونا منذ دعاهم ووقت لغا سو بلا مركو او ييراي الى عباده الله الا عابدتانك او عابا او عيبيي الهتهم الهيدودا وهو نسب او تيريي كل من روح دمانتي عبد عابدها الهيده الى الضلال بعدين ولقد ساروا وي سعدين الى عمه اديركي ابو طالب وطلبوا وحي قعد صدين منه ابو طالب حقي اي من عائنو ريبو الرسول الرسولك عن سب الهتهم الى ياشو عيدودا يا وتضليل ابائهم ابا ياشو باديين تلو حكم يلي وي بادي سنايل هوس وحو قبطي لم يضلل اباءهم ابا ياشو موسى باديين كما بادين ما حكمين ويصفهم كما تلمامين بعدم العقل عقل الآن يول هداية هنون الآن إلا بعد أن تمسكوا مركي قبصدين ما هنه بحجة تقليدهم سارا شاد حجة ده إسك تقليديا قال تعالى ألوحو يير وإذا قور تقيل الغير هذا اللهم أيها اتبعوا راع ما شيء أنزل أسودكي الله ألا قالوا وحليهن بل نتبعوا وحا راعنا ما شيء ألفين أنغاني عليه دوشي إني كسوناين أباءنا أبياشين إلا وحو ليا أولو كان آباؤهم آبياشود حتى هديهين لا يعقلون كوا أنقرني شيئا وحبا ولا يهتدون أن هنونين حتى تلمامها والدين تهدي له المئة إسكار راعيا فردهم وحو جوابي ردا وجوابي جميلا وناكسا والرسول الرسول كنا صلى الله عليه وسلم مستمر وحو سيوة في نشر الدين الدين تفافين تيدا وإعلاء كلمة الحق كلمة حقا كريا لتيدا أفرق ضبو مصنف قلقان كقه الله كو مركو حماتده كرهبي وانا جينا اوفري حد قفك حماتده كرهبي سي وحي نفتيس وشعاشه هيبات كهر استاغيسه تطبضانو اهل شارانا ويشيران شعيلك شعلايين وحي اسو بدلاني عيب رواشه ادوايين فوغانشو
runtii oran jireen maxamedul amiinna been loobaatay ku yiraahdeen camalka uu hayo khayrkaana wax lagu jeesjeesay ka soo qaadeen. Waa goorma? Waa markuu uu yeeray war ilaahay keliya caabuda, waxaa la caabudaysaana waxbadiin ma awoodaan, odayaasha sidaa ku dhintayna waxay gacan ku hayeen male. Abu Talib bay intuu yimaadeen bay waxay yidhaahdeen wiilkaaga naga qabso, ilaahyadayada iyo aabbayaashadayada iyo mabaadidayada hanoo nabadgelya, reebo wiilkaaga. Abu Talib wuu jawaabo raddi wanaagsan buu kula hadlay, nebiguna diintiisii buu sii watay sallallahu alayhi wasallam. Tabadala, wuxuu isu bedelay xubu qurayshin qurays jacaylkeeda linabi nebiga ay jeclayd buqdan icayb, wa qurbuhum dhowaanshahoodana lahu ay nebiga u dhowaayeenna bucdan fogaansho, wa sidquhu runtiisana kadiban been ayay isu bedeshay ay beeniyaan, wa camaluhu camalkiisuna huzuwan wax lagu jeesjeesa ayay ka soo qaadeen. Wadaalika arrinkaasuna mundu waqti laga soo bilaabo weeye, dacaahum ugu yeeray ilaa cibaadati illaahi alla caabuditaankiisa, oo wacaaba uu cambaareeyey aalihatahum ilaahyadooda, oo wanasaba uu u aaneeyey kulla man cabadahaa ruux kastoo asnaamta caabuda, ila dalaali baadinimo. walaqad saaruu way socdeen ilaa camihi adeerkii, wa talabuu waxay ka codsadeen minhu nebiga adeerkii, an yamnaca inuu reebto alrasuula rasuulka inuu ka reebo, can sabbi aalihatihim ilaahyadooda caydooda, wa tadliili aabaa'ihim aabbayaashood baadinima ku xugmida lagu xukminayo. faraddahum wuu u jawaabay raddan jawaabi jamiilan wanaagsan, abu taalib baa jawaabay, walxal alrasuulu rasuulkuna mustamirun mid sii wata uu yahay, fii nashri diini diinta faafinteeda, iyo wiclaai kalimati alxaqi kelimadda xaqa ah koryeelideeda. asilatun su'aalu, hal zaadat miyay korortay maxabatu qurayshin qurays jacaylkooda linnabiyi nebiga ay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalama, bacda bicthatihi markii lasoo saaray ka bacdi, waa maya mundu mataa goormay arrinkaasi ahaatay, hadda waa markuu waxa weyaan cibaadada ilaahay ugu yeeray, ilaahyadoodiina uu cambaareeyey, dadka caabuda ee asnaamtana uu ku yiri waxba gacan kuma hayaan. hal talabuu ma ka codsadeen min camihi nebiga adeerkii, an yamnacahu inuu ninkan reebo oo yidhaahda ninkaan naga qabo, ayagaa ereyga isticmaali jiray. nacam haa, bimaada, maxay buu ajaabahum ugu jawaabay? raddi jamiil oo wanaagsan. addarsu taasi cashar, darsiga 19aad, majiiu qurayshin quraysh imaatinkeeda wey, liabii taalib, abi taalib ay u yimaadaan maratan, mar thaaniyatan, ee labaad, mar labaad bay haddana yimaadeen, waxay shirkineen aanan aragno. lamaa goortii ra'atay aragtay qurayshun quraysh istimraara nebiya nebiga joogtayntiisa sala allahu calayhi wasalam, fii nashri dacwatihi dacwadiisii diintiisa faafinteeda uu joogtaynayo, wa difaaci camihi iyo adeerkii difaacidiisa, canhu nebiga uu difaacayo, mashoo way socdeen ilaa camihi adeerkii bay u yimaadeen maratan, mar thaaniyatan, ee labaad, waqaaluu waxay ku yidhahdeen lahu adeerkii nebiga, innaa annagu laa nasbiru uma dulqaadan karno calaa shatmi aabaa'inaa aabbayaasheen caydooda, wa tasfiihi cuquulinaa cuquusheenna ku doqonnimo xukumideeda, wa caybi aalihatinaa ilaahyadeenna caydooda, fa imaa an tamnaca inaad reebtid ibna akhiika walaalka wiilkiisa inaad naga haysato naga reebatid, wa imaa an ta'dana inaad noo fasaxdi lanaa annaga bimancihi iska qabashadiisa. fadacaahu nebiga wuxuu abu daalib baa wuxuu fadacaa waxa u yeeray hu nebiga camuhu adeerkii, wa talaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa, an yamtanica inuu iska dayayo hawshan faraha ka qaado, ma aan dhow faraha ka qaado diintooda iyo aalihadooda iyo wuxooda u daa, maxaa odayga ka keenay warkan, khawfan cabsi uu baqayo calayhi nebiga dushiisa, min qurayshu qurayshna uga baqayo, fa aba rasuulu rasuulkuna waa diiday sala allahu calayhi wasalam, diinta ilaahay waan wadayaabi. wa qaala wuxuuna yidhi, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, laa atruku ka tegi maaya haadaa kan alamre ee diinka ah, xataa yudhirahu ilaa uu ka muujiyo allaahu alle, ow uhlaka ama la idilo duunahu diinta sukadiisa. hoos wuxuu iqabtay number one, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, yaa cami adeer, nebiga hadlay, loo wadacuu hadday dhigaan ashamsa qoraxda, fii yamiini midigtayda, walqamara dayaxana fii yasaari bidixdayda, calaa an adaca inaan ka taga haadaa kan alamri arrinkaana isaa u sameynayaan, maa facaltu ma sameeyeen mana samaynayo, xataa yudhira ilaa uu ka muujiyo hu diinkan allaahu alle, ow uhlaka ama la ihlaago duunahu sukadiisu aan dhinto. dacfi baa ku jira culimmada qaar ka mid oo sheegaan xadiidkan. fa qaala camuhu adeerkii baa wuxuu ku yiri lahu nebiga, idhab waayah or iskata, wa qul waxaad dhahdaa, maa wax allaala wixii axbabta aad jeclaatid, fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, laa uslimuka ku dhiibi maaya abadan, weligay ma ku dhiibayo. qaybtaani waa shan qodob. quraysh oo markay arkeen nebi maxamed oo diintiisii watay adeerkiisoo difaacaya, bay waxay u yimaadeen adeerkii nebiga, waa qodobka koowaad. waxay u sheegeen
wiilkaagu ilaahyada iyadana waa caaye, aabbayaashayana oo dabaalnimo ayuu ku xukumay inay yihiin. Laba mid soo gal, inuu wiilkaagu hay waxa weeyaan wax la haro oo uu aamuso oo hawshaa faraha kala baxo oo aad naga reebseed naga reebatid iyo inaan anagu iska qabanno adaan kugu xushmaynaynaay. Nabigu nabigu Abu Talib nabigu intuu iyo Birmaan oo faraha ka qaad, nabiguna waa ka diiday sallallahu calayhi wasallam. Adeerkii baa markaa wuxuu u fasaxu yiri, orod waa yahay, diintaada wado aniguna ku dhiibi maayo. As'ilatun su'aalo, limaada maxay bay mashat u socotay qurayshun quraysh liabi taalib abu taalib fi lmarati thaaniyati, markii labaad waxay ula socotay haddee waxa weeye inay nabiga laga qabto. Maadaa maxay bay qaaluu ku yidhaahdeen lahu abu taalib, wiilkaaga naga reeba ama annaga iska qabanayna, hal manacahu camuhu, adeerkii ma u diiday, iska daabu ku yiri. Bimaada maxay buu ajaaba ugu jawaabay alrasuulu rasuulku sala alayhi wasalam, ma daynaya buu yidhi. Bimaada ajaabahu camuhu, adeerkii muxuu ku yidhi, horay u soco shaqadaada wado. Alkhulaasa gebagebo, mashat way socotay qureyshu qureysh ilaa camihi nabiga adeerkii maratan mar thaaniyatan ee labaad, liyamnacahu suu ugu diido, min sabi aalihatihim, ilaahyadooda caydooda, falam yastadiicuu maysan awoodin, an yamnacuuhu nabiga inay hawshaas waxa weeye ka hor istaagaan, wamadaa nabiguna waa socday, fii sabiilihi wadadiisii buu kusii socday. Addarsu lcishruun, casharka labaatanaad, majiiu qurayshin quraysh imaatinkeeda weya liabi taalib ay u timaada maratan mar thaalithatan ee saddexaad, mar saddexaad bay haddana calaa calaysa. Lamaa goortii raatay aragtay qurayshun quraysh abaa taalibin abu taalib, laa yuriidu inuusan doonayin, an yamnaca inuu reebto, ibna akhiihi walaalkii wiilkii, mashow way usoo socdeen ilayhi xaggiisa, bicumaarata bni lwaliid, wiil cumaarata bni lwaliid la yidhaahdo ayay abu taalib u keeneen. Wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu abu taalib, khud qaado haadaa inankan alfata ee dhallinyarada ah, waladan cunug xaaluu ku yahay laka adiga, wa aslim noo dhiib ilayna xaggeenna, ibna akhiika walaalkaa wiilkii, linaqtulahu saan uga takhallusno u dillo. Fa qaala wuxuu ku yidhi camuhu nabiga adeerkii lahum quraysh, bi'sa allah xumaa, maa waxaa tatlubuuna aada codsanaysaan, atuctuunii ma isiinaysaan, ibnakum inankiina, liurabbiyahu saan idinku soo koriyo, wacutiikum anna miyaan idin siiyaa, ibnii inankayga, litaqtuluhu saad u dishaan, see wax idinka yihin bicaqliginu seeyaha. Fa rajacuu way noqdeen, khaa'ibiina xaalay yihiin, kuwa fangormay oo soo hungoobay, walxaal alrasuulu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama lam yazal uuna ka zuulin, mustamiran inuu yahay mid joogteeya, fii nashri alislaam islaamka faafinti, walxaal camuhu adeerkina yudaaficu u difaacaya canhu xaggiis, awleyda cartaabta. Afar qodob weeye. Qodobka koowaad, markay arkeen difaaca nabiga uu la difaacayo iyo nabigi cagdhigaya inuu diintii faafinayo, mar labaad bay soo lugeeyeen. Abu Talib bay waxay u keeneen wiil cumaarat bin waliid loo yaqaano, waxay yidhaahdeen soo wiil ma rabtid, kanaa nin fiicana inaala diinna ahe isaga qaado, kaagan adigana kula mabda maaha, annagana waana dhibay, aan ku dhaafino. Wuuga jawaab wuxuu yidhi, aad baad u aragtay gaabantiin biyo, hawshaas ba haddaad la socotaan, inankiinana idiin koriyo kaygana aad dishaan mana yeelayay. Haddana way noqdeen ayagiyo weliba dee fangormay oo hungoobay oon waxba haynin, nabigana weli la difaacayo, asna diintiisi usii wato. As'ilatun su'aalo, limaada maxay bay jaa'at qurayshun quraysh ula timid liabi taalib abu taalib fi lmarati thaalithati, markii saddexaad wiil bay ula timid. Maadaa qaaluu, maxay ku yidhaahdeen lahu asaga abu taalib ah, wiilkan qaado kaagana nasi. Bimaadaa ajaabahu, muxuu ugu jawaabay, wuxuu ugu jawaabay inuu ku yidhi, bi'sa maa tadlubu, halimtana can rasuulu rasuulku maka reebtoomay, canhum xaggooda diintoodii afaarodii ma u daaya maya. Alkhulaasa gebagebo, mashat qurayshun quraysh way socotay ilaa camihi nabiga adeerkii sala allahu calayhi wasalam maratan mar thaalithatan ee saddexaad, watalabuu minhu, waxay ka codsadeen, an yuslimahu abu taalib, inuu u dhiibo lahum ayaga nabiga inuu u dhiibo sala alayhi wasalam, liyaqtuluhu say u dilaan, fasafahahum wuu ku doqonnimo xukumay doqomaatihim buu yidhi, wa manacahum wuuna u diiday wiilkiisa inuu dhiibo sala allahu calayhi wasalam. Wallahu aclam.